في كل عام تحتفل الأسرة الصحفية في عراقنا الحبيب بالعيد الوطني للصحافة العراقية. اليوم الذكرى 155 لتأسيس الصحافة العراقية وصدور أول صحيفة زوراء عام 1869. اليوم محافظات العراق تجتمع هنا في بغداد السلام، بغداد العروبة، لكي تعبر عن فرحها وعن تماسك هذه المحافظات، وهي تحتفل بعيد مهم، عيد السلطان الرابع اليوم، وتجدد هذه المحافظات سواء الأنبار أو الموصل أو البصرة وكربلاء والنجف بأنها لحمة واحدة، بأن هذه المحافظات مهما جرت من أمور كثيرة هي تبقى التماسك المجتمعي في العراق، وتبقى الأسرة الصحفية هي الخادمة وهي الراعية وهي التي تعمل بمهنية وطنية لخدمة عراقنا الحبيب. اليوم محافظة الأنبار تحتفل هنا في حدائق أبي نواس، وهي حالها حال المحافظات الأخرى. كل أبناء الأنبار اليوم متواجدين هنا من الأسرة الصحفية ومن خارج الأسرة الصحفية. العيد الوطني هو فعلا يوم وطني للصحفيين، احنا دائما نقف مع المواطن ونقف مع مختلف الفئات العمرية، فاليوم عرس للصحفيين. من خلال هذا اليوم نستطيع أن نطلب الكثير من الجهات المعنية ونرسل الكثير من الرسائل، لكن رسائلنا مختلفة تكون هذه المرة، هي رسائل عبر الفن. يعني اليوم كركوك هي المحافظة اللي جمعت كل أطياف وقوميات العراق، وفعلا هي عراق مصغر. نعم اليوم العراق هو موجود، عندما تتجول في أبو نواس ستجد العراق كله، لكن في كركوك ستجده مجموع كشدة ورد حقيقية. سنقدم معرضا للكتب لمؤلفين وكتاب من العرب والكرد والتركمان، مؤلفات على مدار السنين الماضية، وأيضا معرضا للصور لمعالم كركوك، حتى نعرف كركوك على حقيقتها وجمالها. حقيقة كل المحافظات شاركت بما يعكس فلكلور مدينتها. اليوم ذي قار قسمناها إلى ثلاثة أقسام، قسم البداوة وما يتمشونه من خيمة وقهوة عربية وجلسة عربية جميلة، وبيئة الأهوار وما تمثله من القصب وبيت القصب والمصموطة وباقي الأمور الفلكلورية الجميلة، وبالإضافة إلى مدينة الآثار بمجسدة عبارة عن مجسمات آثارية في مدينة ذي قار باعتبارها تمتد إلى أكثر من 5000 سنة. بغض النظر عن ما يمثله فهو جمعة جميلة عبارة عن فسيفساء جميلة، ترى جميع فلكلور مدن العراق معكوسة في مدينة بغداد، ترى في مدينة كركوك، ترى في مدينة الموصل، ترى في مدينة ذي قار في بغداد، بالإضافة إلى محافظاتنا البقية في السماو والنجف وكربلاء. يعكس جميع فلكلور العراق مجسد في مدينة واحدة وهي بغداد.